اهلا بيكم في دكتور محمد اكاديمي. احنا اللي بنتكلم عنه النهارده هو الاوتونوميك نيرف سيستم فيزيولوجي، ومنه هندخل على الفارماكولوجي. الفيزيولوجي هو البيزك اللي بتسهل لنا نفهم الفارماكولوجي بتاعت اي حاجه. وقبل ما نتكلم في الاوتونوميك نيرفس سيستم، نعرف ان هو جزء من حاجه. هو جزء من ايه؟ جزء من اسمه نيرفس سيستم. نيرفس سيستم عندنا بيتقسم ل سنترال نيرفس سيستم وبريفرال نيرفس سيستم. سنترال نيرفس سيستم هو كان البرين والسبينال كورد، والبرين هي مش فقط المخ بس، البرين هنا السيربرال كورتكس والبيزال جانجليا والسيربيلم والبرين ستيم، والسبينال كورد هو النخاع الشوكي كله. الاطراف بقى اللي هي بتطلع النيرف اللي بيطلع من كل الحاجات اللي قلنا عليها دي بيسموها بريفرال نيرف سيستم. البريفرال نيرف سيستم قسموه لجزء جسدي وجزء داخلي، جزء الانسان بيتحكم فيه وجزء الانسان مش بيتحكم فيه قوي، يعني في رد فعل بنسبه كبيره. ده بيسموه الاكسترنال سنس وده بيسموه الانترنال سنس. الاكسترنال سنس هو السوماتيك والانترنال سنس هو الاوتونوميك. والاوتونوميك ده هو بتاع الوظائف الداخليه بقى، زي حركه العضلات الدقيقه وحركه الامعاء والعرق وضربات القلب والحاجات دي كلها. انما الحاجات الاوتوماتيك زي هي الاحساس والحاسه الخامسه بقى، التاتش والهيرنج والحاجات دي كلها وحركه العضلات والكلام ده كله. الاوتونوميك قال لك بيتقسم لنصين، نص اسمه سمباثيك ونص اسمه باراسمباثيك. اما السمباثيك هو بتاع الطوارئ، هو بتاع الخناقات، وكانوا بيسموه تو فايت اور فلايت، واحيانا كمان كانوا بيضيفوا عليها فايت. كلها حاجات بتشغل لك الجسم بشكل تحفزي للخناق. بينما الباراسمباثيك هو بتاع الراحه والانتخ، اللي هو الواحد ياكل فيه، يرتاح فيه، ينام فيه. علشان نفهم التوزيعة بتاعة الأوتونوميك نيرفس سيستم لازم نبقى عارفين إن في حاجة عندنا اسمها جانجليا. كلمة جانجليا دي معناها إيه؟ مجموعة من النيورونز مع بعضها اتجمعت في نقطة واحدة، مجموعة من النيرف سيلز. بيجي قبلها فايبرز بيسموها بري جانجليونيك نيورونز، وبيجي بعدها فايبرز بيسموها بوست جانجليونيك نيورونز. نشوف الرسمة دي هتبقى أكثر توضيحا. أدي الجانجليا أهي، وأدي الجانجليا أهي، دي الجانجليا بتاعت السمباثيك ودي الجانجليا بتاعت الباراسمباثيك. الفايبرز اللي هنا قبل الجانجليا بيسموها بري جانجليونيك، اما الفايبرز اللي بعدها بيسموها بوست جانجليونيك. اللي عندنا البوست جانجليونيك فايبرز في منها سمباثيك في منها باراسمباثيك. اما السمباثيك كان بتقول ايه؟ بتقول ان بيطلع منها شوية ترانسميتر على رأسها نور أدرينالين، والباراسمبثيك بتطلع فايبرز، بتطلع زوري كيميكال ترانسميتر على رأسها الأستايل كولين. الجانجليا دي وظيفتها إيه؟ وظيفتها إنها بتكنترول وبتطلع الإمبلسز اللي بتطلع لي الترانسميتر ده من البوست جانجليونيك فايبرز. البري جانجليونيك فايبرز دي لكن إن هي السمباثيك بتختلف عن الباراسمباثيك في شوية حاجات هنقولها بعد شوية. عايزين بس نبقى عارفين إن البوست جانجليونيك فايبرز دي بتطلع ترانسميترز الشعر على الريسبتورز اللي مكتوبة دي، وبرده بتشتغل على الريسبتورز اللي مكتوبة دي، وهنتكلم عن الكلام ده بعد شوية. لما نيجي بقى نفصص الكلام نشوف إن البري جانجليونيك فايبرز بتاعة السمباثيك بتطلع من جزء معين في الجسم، من الفاينل كورد، من اول الريجن بتاع تي 1 لحد الريجن بتاع ال 3، عشان كده سموها ثراكولامبر ريجن. انما الباراسمباثيك كان بيطلع من حتتين، من النيوكلياي بتاعت الكرينيال نيرف مش كلها، معظمها، وبيطلع من المنطقه بتاعت اس 2 لحد اس 4، عشان كده سموه كرينيو سيكرال. قال لك ان البريجانجلونيك فايبرز دي في السمباثيك زي ما احنا ملاحظين بتبقى قصيره، بينما في الباراسمباثيك زي ما احنا ملاحظين بتبقى طويله جدا. ليه؟ لان الجانجليا بتاعت السمباثيك بتبقى موجوده في نقطه معينه، بينما الجانجليا بتاعت الباراسمباثيك بتبقى موجوده في حته تانيه. الجانجليا بتاعت السمباثيك بتبقى موجوده في نقطه معينه ثابته في الجسم، البارا فيرتبرال اثنين زي ما احنا راسمين كده. ادي السباينال كورد وهي على يمينه
اتنين وعلى شماله اتنين، بيسموها بارافرتبرال اتنين او سمباتيك اتنين. الحاجة اللي بعد كده ان احنا عندنا الجانجليا بتاعت الباراسمباتيك بتبقى موجودة يا اما على الافكتوري اورجان يا اما قريبة منه، وبالتالي البوست جانجلينيك فايبرز بتاعت الباراسمباتيك بتبقى قصيرة جدا، بينما بتاعت السمباتيك بتبقى طويلة شوية. هنشوف بقى ان الترانسميتر بتاعت كل البري جانجلينيك فايبرز كلها بلا استثناء استايل كولين، حتى السمباتيك برضه استايل كولين. هنشوف انه الريسبتورز بقى عندنا بتاعت السمباتيك هي يا اما الفا يا اما بيتا ادرينرجيك او ادرينرجيك ريسبتورز او بيتا ريسبتورز. الالفا دي في منها الفا 1 والفا 2، والبيتا في منها بيتا 1 وبيتا 2. 1 والفا 2 موجود مينلي موجوده في البلاد فيسل، الفا 1 الفا 2 مينلي موجوده في الجي اي تي، بيتا 1 مينلي في الهارت، وبيتا 2 مينلي في البرونكاي. عندنا ال باراسمباتيك عندنا في اتنين ريسبتورز، في ماسكارينيك ريسبتور وفي نيكوتينيك ريسبتور. الماسكارينيك ريسبتورز دي اكتريتها موجوده في السويت جلاندز والجي اي تي، والنيكوتينيك ريسبتورز اكتريتها موجوده فين؟ في المسلز، وموجوده كمان في هي الاستايل كولين اللي بيطلع في البري جانجلينيك فايبرز ده بيشتغل على نيكوتينيك ريسبتورز. في حاجه سبيشال تايب من ال دوت، عندنا البريجن جرينيك فايبرز اللي بتبقى مش رايحه على سمباتيك ولا باراسمباتيك بتمشي طويله لحد ما تروح للسوبرا رينال مضله، والسوبرا رينال مضله هنا بتطلع ايه؟ بتطلع منها بص جانجليك فايبرز اللي بتطلع لي ادرينالين ونور ادرينالين، بس بطريقه بقى بتركيز الاي ده هي الابنفرين او الادرينالين، والان اي اللي هو النور ابنفرين. 80% بيبقى ادرينالين و20% بيبقى نور ادرينالين. الصورة دي فيها تفصيل شوية للي احنا قلناه كريسبتورز وكترانسميترز وكافكتور اورجان وكفايبرز. طبعا السوماتيك شوية حاجات هنا، ده مقارنة ما بين السمبثيك والبارسمبثيك فايبرز من ناحيه الطول بتاعت البريجنجلينيك فايبرز، والترانسميشن بيبقى ازاي، والريسبتور تايب بيبقى ايه، والافكتور اورجان بيبقى فين، والترانسميتر على الافكتور اورجان، والريسبتورز الموجوده في الافكتور اورجان. هنشوف ان احنا عندنا في نوعين من الريسبتورز زي ما قلنا ادرينرجيك وكولينرجيك، والادرينرجيك هي الالفا 1 والالفا 2 وبيتا 1 وبيتا 2، والكولينرجيك هي ام 1 و 2 3 ونيكوتينيك ام وان، او اسم الاحسن نيكوتينيك 1 ونيكوتينيك 2، وليهم ميكانيزمات دي حته البايوكيمستري بقى. عشان الموضوع كله في ثلاث بروتينات، يا اما الجي كيو يا اما الفي اي يا اما الفي اس. هنشوف بقى دلوقتي كده كل بروتين بيشتغل ازاي. الجي كيو بروتين، الجي كيو بروتين ده الاستيميليشن بتاعه بيحصل ينتج عنه استيميليشن لفوسفولايبيد سي اللي هو بيزود لي الانزيتول فوسفيت والكالسيوم انفلكس، وبالتالي ينتج عنه كونتراكشن. بغض النظر كونتراكشن فين، على حسب الحاجه اللي موجود فيها وعلى حسب نوع الريسبتور. الالفا 1 ريسبتور هيبقى دي موجوده على البلاد فيسلز، وبالتالي لما بيحصل استيميليشن ليها بتعمل كونتراكشن البلاد فيسلز وينتج عنه فازو كونستريكشن. ام 1 و 3 بتبقى موجوده في السويت جلاندز وفي السموث ماسلز بتاعت الجي اي تي، ينتج عنه ايه؟ ان هو بيحصل ستيميليشن برضه وبالتالي بتستيميليت السكريشن. البروتين ان الثاني والثالث كانوا بيلعبوا على انزيم اسمه ادرينالايل سايكليز. ادرينالايل سايكليز ده اللي كان بيستيميليت تحويل الاي تي بي للسايكليك ام بي، والسايكليك ام بي ده كان بيستيميليت الكونتراكشن برضه. عشان كده الحاجات اللي بتحفزه اللي هو الجي اس ده بينتج عنه كونتراكشن او ينتج عنه اكسيتيشن، وده اللي بيحصل مع بيتا 1 وبيتا 2 ريسبتورز. والانهبيشن عن طريق البروتين اللي اسمه الجي اي سيجنالنج منه بتعمل النظام ده انهبيشن، وبالتالي بينتج عنه ان السايكليك ام بي ده يقل، وبالتالي ده بينتج عنه انهبيشن، وده اللي بيحصل مع الالفا 2 والام 1 ريسبتورز. النوع الاخير عندنا هو النيكوتينيك فايبرز، وكان الموضوع ده بيحصل عن طريق صوديوم بوتاسيوم اي تي بيس بامب اللي هي بدورها بتحفز كالسيوم انفلكس لينتج عنه كونتراكشن.
عندنا ريسبتور زي ما مكتوب فيه، عندنا الفا 1 ريسبتور والفا 2 ريسبتورز وبيتا 1 وبيتا 2. اما الالفا 1 فكان اهم اماكنها كانت هو السموث ماسلز بتاعت البلاد فيسلز او الفول يعني بتاع البلاد فيسل، وبيبقى موجود في اماكن تانية زي الاكس مثلا. والميكانيزم زي ما قلنا الاماكن بتاعتها بتبقى موجوده فين؟ في الجي اي تي، بس ليها مكان تاني بتبقى موجوده فيه مميز قوي اللي هو البوست جانجليونيك فايبر بتاعت السمباثيك. ليه؟ عشان تعمل عليها كنترول، ما يبقاش البوست جانجليونيك فايبر دي على طول اكسايتيتد، فهي اول ما يحصل الافكت جزء معين من النور ابنفرين بيروح على الالفا 2 ريسبتورز ويعمل لها ستيميليشن عشان يوقف الكاسكيد بتاع الاستيميليشن ده. البيتا 1 بتاعت دقه القلب، مشهوره جدا انها بتاعت القلب فقط، موجوده في الاس اي نود والاي في نود، وموجوده كمان في الفنتريكولار رول، والفنتريكولار رول هي الريسبتور الوحيد بلا استثناء في كل الاوتونوميك نيرف سيستم اللي موجود في الفنتريكل. لكن هي سنسيتيف عن الالفا 1 ريسبتورز في النور ابنفرين، يعني النور ابنفرين بكميات قليله جدا يقدر يحفزها. البيتا 2 موجوده فين؟ موجوده على البلاد فيسلز بتاعت السكيتال ماسل، وموجوده كمان على السموث ماسل بتاعت البرونكاي، وفي نفس الوقت برضو موجوده في الوول بتاعت الجي اي تي. هنشوف ان احنا عندنا انها بتعمل ريلاكسيشن، بتقلل كل حاجه، وبتشتغل زي البيتا 1 بالظبط، وبرضو نفس الكلام البيتا عامه ان جنرال هي مور سنسيتيف عن الالفا في الستيميليشن. الناحيه الثانيه بقى اللي هي الريسبتور بتاعت الاسيتايلكولين او الكولينرجيك ريسبتور، عندنا في نيكوتينيك وفي ماسكارينيك. اما النيكوتينيك ده فكان مشهور جدا ان هو موجود في الموتور اند بليت او في النيورو ماسكولار جانكشن، وموجود كمان في الجانجليا كلها زي ما قلنا، وعلى طول بتعمل اكسيتيشن. وزي ما قلنا الميكانيزم بتاعتها ايه؟ زي ما قلنا في الرسمه اللي فاتت. الماسكارينيك قال لك ان في عندنا ام 1 و2 و3، والاشهر ام 2 و3 وهم اللي موجودين في القلب والسموث ماسلز والجلاند. على حسب البروتين بتاعهم بينتج عنه ستيميليشن او انهبيشن، اللي بيستيميليت البي كيو بينتج عنه ستيميليشن، واللي بيستيميليت الجي اي بينتج عنه انهبيشن. طبعا ليها بلوكج هنتكلم عنه بعدين. عندنا الترانسميترز بتاعتنا يا اما الاسيتايلكولين يا اما الكاتيكولامين. الاسيتايلكولين ده كان بيطلع ازاي؟ كان بيطلع من البريجانجليونيك فايبرز او من الجانجليا نفسها عن طريق الاكسوسايتوزس، واللي بيحصل فيه ان هو بتبقى فيزيكال، بتطلع عن طريق كالسيوم بامب، والكالسيوم دي بتدخل الاسيتايلكولين جوه فيزيكال جوه السيتوبلازم بعد ما يحصل تكوين ليه من الاسيتيل كو اي مع الكولين. يحصل ايه؟ دي عمليه اكتف ينتج عنها تكوين الاسيتيل كولين. الاسيتيل كولين ده بيعمل فيزيكال، والفيزيكال دي بتعمل ايه؟ بتؤدي الى ان العيان او ان البني ادم يحصل له ستيميليشن بسبب الاسيتيل كولين ده بيعدي جوه السينابس. كلها بتحصل جوه السينابس نفسه. تمام. وبعد كده ان الاسيتايلكولين ده بينزل جوه السينابس، يشبك على الماسكارينيك ريسبتور او على النيكوتينيك ريسبتور ايا كان المكان اللي هو فيه، وفي وقت الشغل بتاعه بعد ما بيشتغل على طول الاكسس بيطلع زي مكنسه كده الاسيتايلكولين ستريز، يروح جاي ايه مكسره. الاسيتايلكولين ستريز ده لما يكسره يقوله لك لكولين واستايل تاني، واستايل تاني يخش يحاول استايل كولين اللي يشبك مع الكولين ويعمل لك استايل كولين من اول وجديد. الموضوع ده بيحصل هوا، وعشان هو بيحصل هوا ما ينفعش استايل كولين يتاخد بنتري، لان هو ايه هيدروليزد بسرعه جدا 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 بال مش كولين ستريس بقى، بحاجه شبهه اسمها سودو كولين ستريس. السودو كولين ستريس ده حاجه موجوده جوه الجسم شغاله كده اوتوماتيك علشان اي استايل كولين اكسس، يعني الاسيتايلكولين ستريس ده اللي بيشتغل جوه النافذ نفسها. وبالتالي اي حاجه بتلعب على الموضوع ده توقف لي الانزيمز اللي هي الاسيتايلكولين ستريس، ينتج عنها زياده غير طبيعيه في الاسيتايلكولين، وبالتالي ينتج عنها زياده غير طبيعيه في الاكتيفيتي بتاعه الاسيتايلكولين.
ده الافكت بتاعت الاوتونوم جنريتورز مع الاورجنز. هنأجله شوية، نكمل النور ابنفرين. والابنفرين بتوعنا هم الكاتيكولامينز، بيسموهم ليه كاتيكولامينز عشان عندهم كاتيكول نيوكليس. كاتيكول نيوكليس دي جاية منين؟ جاية من امينو اسيد اسمه التيروزين. التيروزين ده بيتحول في وجود انزيم بغض النظر عن اسمه لحاجة اسمها ليفودوبا، والليفودوبا في وجود انزيم تاني بتحول لحاجة اسمها دوبامين. الدوبامين بيتحول بعد كده لحاجة اسمها نور بنفرين او نور ادرينالين، في وجود انزيم تاني بتحول لادرينالين. الناس دي المفروض ان هي بتمشي في الماشية دي وتخش بطريقة اكتف جوه الفيرتيكال دي وتتحول لنور ادرينالين. ونوع الادرينالين الفيرتيكال دي بتطلع على السينابس، وبعد كده بتروح في 3 اتجاهات، بتروح على بص سينابتيك فايبرز وبتشتغل. ليها طريق اول ان هي تعدي على البري سينابتيك ريسبتور اللي هو الفا 2، او انها تحصل لها ديفيوجن جوه البري سينابتيك فايبرز وترجع تاني وتلف تاني من اول. لو احنا مشينا مع الخط ده ودخلنا هنا كده وبعد كده دخلنا هنا تاني، بقت فيشس سيركل، وده هينتج عنه الهيبره والعصبيه والتوتر والحاجات دي. ربنا خلق انزيم، الانزيم ده بيكسر الاكسس بتاع النور ادرينالين. الانزيم ده اسمه مونو امينو اوكسيديز، مونو امين اوكسيديز او ماو. الماو ده بيكسر النور ادرينالين وما يخليش الايه الكلام ده يتكون، او دي بتطلعه لمواد كده ايه ان اكتف. وده البيز بتاعت الانتي انكزايتي، ان انت الناس بيبقى عندهم نور ادرينالين قليل، فانت بتوقف الماو ده وبتخلي نور ادرينالين يبقى كتير، وبالتالي بتخلي المود يتحسن عن طريق ان انت بتزود الترانسميشن جوه السينابسز اللي موجوده جوه المخ. هنقف في الجزء الاولاني ده قبل ما نتكلم على المايميتكس، ده الجزء الخاص بالفيسيولوجي بتاعنا.